دكتور علي ابراهيم الخبير في العلاقات الدوليه وغالب سرحان الباحث السياسي. مرحبا بكما. وابدا معك دكتور علي في تصريحات غانتس التي قال فيها قبل قليل ان اغتيال حسن نصر الله حدث مفصلي، لتشرح لنا ما المفصليه في ذلك والترتيبات المختلفه اسرائيليا في خضم هذه العمليات. مرحبا. اول شيء نبارك باستشهاد سيد الشهداء وسيد المقاومه السيد حسن نصر الله. هو رجل ليس ككل الرجال، هو رجل مختلف عن كل هذه الرجال أو رجال الأمة. هو رجل العدالة والحق والإنسانية، وقف إلى جانب فلسطين، إلى جانب القضية الفلسطينية. بدأ منذ نعومة أو منذ شبابه بهذا الخط ورفاقه، واستشهد على هذا الخط، وهو كان الداعم الأقوى والمساند، وفتح جبهة المساندة واستشهد بسبب هذه القضية. السيد حسن نصر الله هو رجل أحبه العرب والمسلمون والمسيحيون وجميع أحرار العالم والمحبين للعدالة والإنسانية. رجل لم يفارقنا، لأن روحه في أعماق روحنا، وأن أفكاره ورمزيته أصبحت أسطورة لنا ولأطفالنا وأحفادنا. سنكمل هذا الطريق، وهذا الطريق سيكون الدافع لتحقيق الانتصارات. شهادة السيد حسن نصر الله ستكون دافع أقوى لتحرير فلسطين وتحرير العالم من الطغيان الإسرائيلي والفوقية الإسرائيلية المدعومة من المجتمع الدولي المتخاذل المنافق. أما بالنسبة لخلق الأوراق من قبل نتنياهو في المنطقة والمبعوثون أو المفاوضين الأمريكان الذي أتوا في أخبار مزيفة إلى منطقة الشرق الأوسط، فهذه إن دلت على شيء تدل أن الأمريكي والإسرائيلي طامع بتنفيذ مخططه الذي بدأ به برنارد لويس وبعده رالف بيترز وبعده كونداليزا رايس بال 2006، ولان نتنياهو يحاول تحقيق هذا النظام الجديد او الشرق الاوسط الجديد الذي له منافع سياسيه وثقافيه وماديه وعسكريه على هذا الكيان وعلى النفوذ الامريكي في المنطقه، خاصه عندما نتكلم عن الاتفاقيه ابراهام او كما قال نتنياهو البارحة في من على منبر الأمم المتحدة، كانت قبل قوسين أو أدنى من اتفاق تطبيع قبل 7 أكتوبر مع المملكة العربية السعودية، أو ممر الهند الاقتصادي الذي يمر بالبحر العرب إلى ميناء حيفا. فهذا الممر حسب ما قال ينتفع منه مليارين نسمة، وممكن أن يكون بديل عن تصدير الغاز والنفط إلى أوروبا بدل روسيا. فهذا ومنافس لمبادرة الحزام والطريق أو ما يسمى قديما بطريق الحرير. فكل هذه المخططات باءت بالفشل بسبب قوى الصمود وقوى المقاومة، وهذا المحور الذي شكله وخلقه سيد المقاومة السيد حسن نصر الله. لهذا نقول أن السيد حسن نصر الله هو لن يموت، ممكن جسديا لن يكون معنا، ولكن أفكاره وأطروحاته ستكمل مع المقاومين ومع محور مقاومة خلق بقوة وجدارة السيد حسن نصر الله. الرئيس الأمريكي بايدن يقول الآن أن نصر الله وحزب الله كان مسؤولين عن قتل مئات الأمريكيين على مدى 4 عقود، ويضيف أن مقتل نصر الله يحقق العدالة لضحاياه بما في ذلك آلاف المدنيين الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين، ويعلن أنه مستمر في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس، وأن الحوثيين ضد الحوثيين أيضا وأي جماعات إرهابية مدعومة من طهران. في هذا أو في هذه الأخبار العاجلة غالب سرحان الباحث السياسي، مرحبا بك، كيف تقرأ هذه ردة الفعل الأمريكية ويمكن هذه التصريحات الأولى أو أولى التصريحات التي تردنا من بايدن الرئيس الأمريكي؟
تحياتي لك ووالدتك الكريمة للسادة المشاهدين. أولا هذه التصريحات الأمريكية ليست جديدة علينا ولا على جمهور المقاومة، لأن أمريكا بكل بساطة هي من أوجدت هذا الكيان وهي راعيته وهي داعمته بالسلاح والذخيرة والمال. بالأمس قبل أيام من اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله هي قدمت 9 مليارات دولار للمجهود الحرب الإسرائيلي خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ يوم الاثنين. هذه أولا. ثانيا، ما يقوم به العدو الإسرائيلي ليس سوى أداة يجعله أداة فقط لمخطط أمريكي غربي يتم تنفيذه الآن في لبنان. هو هذا المخطط بدأ في غزة ويكمل الآن في لبنان، وهو رأس الحرب المطلوب، هو رأس المقاومة في لبنان لأنها العمود الفقري لمحور المقاومة في هذه المنطقة. والآن هم ظنوا أن اغتيالهم للسيد نصر الله باغتيالهم هذا إنما يضربون رأس المقاومة في لبنان أو العمود الفقري لها، ولكن حساباتهم غير دقيقة وغير محسوبة جيدا. نعرف أن الغطاء الأمريكي لهذا العدوان متواصل، أصلا أمريكا تغطي كل اعتداءات إسرائيل، كل مجازر إسرائيل، كل المجازر الإسرائيلية في كل العالم العربي، في كل الدول المحيطة بها، دول الطاقة التي كانت تسمى، وخاصة أن مجازر ضد الفلسطينيين واللبنانيين هي مجازر صبرة وشتيلة غطتها الولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك مع أنها جرائم وحرب ضد الإنسانية وجرائم وإبادة. والآن اغتيال السيد نصر الله هي جريمة حرب موصوفة باغتيال شخصية سياسية وإبادة أكثر من 300 طفل وامرأة معه بتدمير 4 بنايات أو 6 بنايات بكل بما فيها من سكان. من يبرر لأمريكا أن تدمر أبنية بكاملها على سكانها المدنيين؟ وزير الصحة اليوم أعلن ما يقارب أكثر من 200 من الأطفال والنساء هم في عدد الشهداء الغارة التي استهدفت الأمين العام لحزب الله. إذا القاتل الفعلي هو الأمريكي والمخطط هو الأمريكي، مع ذلك يضع قتل المدنيين والأطفال في إطار الدفاع عن النفس. كيف يمكن أن تقتل أنت طفلا في الشارع مثلا حتى لو هاجمك هذا الطفل ثم تعتبر ذلك دفاعا عن النفس؟ من يملك ذرة من الإنسانية في هذا العالم لا يستطيع أن يقتل حيوانا في الشارع، وهم في الغرب يدعون ويقيمون جمعيات رفض بالحيوان في الوقت الذي يقتلون فيه الأطفال في غزة ويبيدونهم في محرقة تاريخية قل نظيرها في التاريخ. والآن يريدون تكرار نموذج غزة في لبنان، ولكن المخطط الأمريكي من الآن أقول لك أنه لن ينجح حتى لو قتلوا السيد حسن نصر الله. السيد نصر الله نفسه قال أنه يريد الشهادة ومستعد للشهادة، وقالها قبل استشهاده في خطاب الأخير، قال حرفيا حتى لو استشهدنا كلنا في حزب الله لن نوقف الحرب جبهة إسناد غزة حتى يتوقف العدوان على غزة. وهذا هو شعار مرحلة، هذا هو شعار مرحلة، وهذه هي تعتبر الوصية الأساس والرئيسية للسيد نصر الله في هذه المرحلة، وسوف تنفذ وسوف تطبق، والأيام القادمة ستكون شاهدة على ذلك. لأن الإمام السيد نصر الله أنشأ وربى مؤسسة مقاومة طولا وعرضا وعمقا عموديا وأفقيا لها أول وليس لها آخر. هذه المقاومة تملك درسانة لم تخرجها بعد من جبالها التي قالت جبالنا خزائننا، لم تخرجها من جعبتها حتى الآن، هي تدخرها للساعات المناسبة واللحظات الصعبة. اغتيال السيد نصر الله لن يقدم ولن يؤخر، بل سيزيد مقاومة صلاح. سأعطيك مثلا على ذلك، فقد اغتالت إسرائيل عام 1992 الأمين العام لحزب الله السيد عباس الموسوي. يومها كانت المقاومة عادية وفي أقل من ربع ما هي المقاومة عليه اليوم من بأس وقوة واستعداد للتسليح. ولكن ما الذي حصل؟ شنت إسرائيل بعد الاغتيال عدوانا عام 93، المقاومة أفشلت هذا العدوان وفوجئت بحجم المقاومة. ومنذ ذلك الحين عام 92 عام اغتيال السيد الموسوي استلم السيد نصر الله واستلم منه جملته المشهورة في لبنان
للسيد موسى وهي الوصية الأساس حفظ المقاومة، وتولى السيد نصر الله حفظ هذه المقاومة، ليس فقط حفظها، تولى تطويرها قدرات عسكرية وتدريبا، حتى أعلن في أحد خطاباته كما تعلمون أن هناك 100,000 مقاتل لدى هذه المقاومة، والمعطيات تقول أن هناك أكثر من ذلك بكثير. لذلك هو أعد العدة لهذا اليوم، ويكفيه عزا وفخرا وكرامة مسألتين. أن الأولى أنه استشهد على طريق القدس في معركة تحرير القدس، والثانية أنه استشهد وهو يحلم بالصلاة في المسجد الأقصى، وقد قالها حرفيا في أحد خطاباته: أتصور وأحلم أنني سأصلي في المسجد الأقصى. لم يصلي شخصيا، سيصلي الباقون. المهم أن يصلي النهج والقط، وهذه المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي المنطقة ستصلي في المسجد الأقصى، وسينتصر طوفان الأقصى، وسينتصر محور المقاومة. في 92 لا، كانت المقاومة لوحدها، لم يكن هناك محور مقاومة، ولم تكن لتمرة صواريخ دقيقة ولا شيء من هذا القبيل. الآن المقاومة تملك ما تملك مما لا يعرفه العدو، ومما توعدها به السيد نصر الله من مفاجآت كبيرة وضخمة جدا حتى الآن، فهي بالسيد نصر الله وبدونه موجودة، وستفاجئ العدو وتلقنه درسا وتدفعه ثمن هذه الجريمة في الشنعاء. ومحور المقاومة أيضا جاهز ومستنفر لهذا الموضوع، ورد آت وسيرى العدو ما سيحصل. ميقاتي يعلن أن الخطر يتهدد كل لبنان وجميع الطوائف، فيما يطالب الجيش الإسرائيلي عن طريق إذاعته، يطالب اللبنانيين أو سكان البقاع والضاحية الجنوبية بالابتعاد عن أي ممتلكات لحزب الله حتى إشعار آخر. دكتور علي إبراهيم، ما الذي يجب أن يفعله المواطنون الآن في هذه المناطق؟ هل يستجيبون للجيش الإسرائيلي أم ما الذي يفعله؟ هلا من الطبيعي يوجد نزوح من الجنوب وبعض المناطق الضاحية الجنوبية، ولكن اللبناني تعود على هذه التهديدات، وهو مقاوم منذ ما قبل 82. وكما تكلم صديقنا العزيز، في 82 كان دخول القوات الإسرائيلية إلى لبنان نزهة، في 2006 كانت هزيمة للجيش الكيان الإسرائيلي، والآن أكيد لنتنياهو أهداف ورغبات. من ضمن الأهداف والرغبات هي الدخول البري، لأن لتدمير الممتلكات وقتل المدنيين لن يخلق أي انتصار. وحتى الآن أوكي، استهداف الكوادر، استهداف البنى التحتية، استهداف القادة الكبار، هذا لن يحقق لإسرائيل أي انتصار إن لم يكن هناك دخول بري. أما الدخول البري فنتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي يعرفون جيدا أنها ستكون مكلفة لهم، وأن القيادة والتحكم والسيطرة ما قبل اغتيال السيد حسن نصر الله وما بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، يعني منذ الساعة السابعة صباحا، هي على جهوزية تامة وهي صلبة، وما زالت الصواريخ تنطلق من الجنوب وجميع المناطق إلى شمال ووسط وحتى إلى مناطق قريبة من تل أبيب. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول أن قدرات حزب الله على إطلاق صواريخ قصيرة المدى ما زالت قائمة ولم تنفد، هذا في الأخبار العاجلة الآن. وبايدن يضيف أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، هذه التصريحات القديمة المتجددة مرة أخرى. يضيف أنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وإزالة التهديدات التي تواجهها إسرائيل وتحقيق الاستقرار. هل بهذه الهجمات الأخيرة على لبنان تم إزالة ما أسماها بايدن بالتهديدات التي تواجه إسرائيل، أم أننا سنستمر في ذلك لأيام وربما أسابيع كما تتحدث المصادر الإسرائيلية أو القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن جانتس؟ دكتور علي تفضل. هناك تغيير في الهيكلية في حزب الله، ودفع أقوى
لتحقيق انتصار ضد إسرائيل، وإلى أيضا إحباط جميع الرغبات والأهداف التي كان يحلم بها نتنياهو. ومن أهداف نتنياهو أيضا عرقلة المفاوضات والدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية، بين واشنطن وطهران. ولكن جميع هذه الأهداف ستبوء بالفشل، حتى مخطط الشرق الأوسط الكبير أو الجديد أو تحويل مهمة الحملة من سهام الشمال إلى نظام جديد، ستكون ممكن نظام جديد على هذا الكيان، ولن تكون نظام جديد على لبنان المقاوم الذي حقق انتصارات بال 2006، فما بالك بال 2000 بعد 18 سنة بال 2024. المقاومة لن تهزم، هي ليست بس فقط فكرة وليست فقط عقيدة، هي أيضا مجسدة في التراب اللبناني وفي جميع الأراضي اللبنانية. هزيمة المقاومة معناه هزيمة لبنان. فما بالك السيد حسن نصر الله خلق محور من المقاومة. لنستمع لرأي الأستاذ غالب سرحان الباحث السياسي إن كان يتفق في ذلك أم لا، ونضيف أن المقاومة الإسرائيلية في أو عفوا المقاومة الإسلامية في العراق تقول أنها استهدفت بالطيران المسير هدفا حيويا في تل أبيب بالأراضي المحتلة. هل يعني يتوسع الصراع؟ الأيام المقبلة ستكون حبلة بالمفاجآت والأحداث التي ممكن أن تفشل جميع المحاولات أو تحبط جميع الأهداف والرغبات الإسرائيلية. غالب سرحان، هل ترى أن ما أعلنته المقاومة الإسلامية في العراق الآن من استهداف بالطيران المسير لهدف حيوي في تل أبيب بالأراضي المحتلة يأتي في إطار توسع التصعيد أم يبقى في إطاره حيز لنطاق المناوشات وردود الفعل السريعة؟ يعني هذا يأتي ضمن الرسائل الأولية، رسائل الإسناد الأولية العملية الفعلية الميدانية للمقاومة في لبنان. وقبل ذلك بساعات بسيطة قليلة تم إطلاق صاروخ من اليمن أيضا إلى تل أبيب، ضواحي تل أبيب أو تل أبيب الكبرى كما تسمى أو جوش دان. ولذلك هذه رسائل من محور المقاومة لأي محور آخر، لأي جبهة أخرى بدعمها ومساندتها والوقوف معها، مثل ما هي حال المقاومة في لبنان. أنا أريد أن لو سمحت لي فقط أن أوضح مسألة أساسية، وهي أن أحد أهداف اغتيال السيد نصر الله هو فك عرق الترابط، وهو الهدف الأساسي ما بين جبهة إسناد غزة وبين غزة، وهذا ما لن يحصل. وهناك أيضا هدف هو فك عرق الترابط بين محور المقاومة نفسه. والثالث هناك هدف ثنائي، تحريض بيئة المقاومة التي هي الحاضنة لها عليها من خلال تهجيرها وحالات النزوح التي حصلت. وثانيا هناك محاولة لتحريض البيئة اللبنانية، النسيج الاجتماعي اللبناني على هذه المقاومة، ومن ثم المستوى السياسي اللبناني. لكن ما يحصل فعليا وعمليا هو العكس تماما، مثل ما هو حاصل على المستوى العسكري. المقاومه التي اراد العدوان الاسرائيلي اضعافها هي الان باعترافاته هو صواريخها تزداد ولا تزال تتواصل، والمسيرات تتواصل بزخم اكثر، وكانه لم يكن باي غلط حتى الان، رغم انه اعلن انه قام خلال اسبوع واحد بما يقارب ال 3800 غارات حتى الان، وهذا رقم قياسي وخيالي. لذلك مثل ما هو المستوى العسكري يتضاعف ويزداد قوه، لان حالات المقاومه حركات المقاومه تاريخيا كلما ازداد ضربها كلما ازدادت قوه. نحن تذكرون مثلا عندما اختار مؤسس حماس الشيخ احمد ياسين، اين كانت حماس واين اصبحت؟ تذكرون عندما اختار الاسرائيلي امين عام حركه الجهاد الاسلامي الدكتور فتحي الشقاقي، اين كانت حركه الجهاد الاسلامي واين اصبحت وكيف صارت؟ والان الامر نفسه على المستوى المدني، هناك نموذج وحده وطنيه في النسيج الاجتماعي اللبناني على مدى الجغرافيا اللبنانيه لا مثيل لها ولا سابق لها اصلا، رغم ما كان فيها من حالات من الانقسامات هنا وانقسامات هنا. الان
المساحة اللبنانية كلها شعبية متضافة متكافلة، ومن الشمال إلى الشرق إلى البقاع إلى بيروت، على كل مستويات احتضان النازحين الذين أراد نتنياهو من خلال تهجيرهم فرض معادلة بين الشمال الإسرائيلي أو فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني لإيجاد معادلة إرجاع النازحين في جنوب لبنان مقابل إرجاع المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة. هذا على المستوى الشعبي. من لبنان الباحث السياسي غالب سرحان ودكتور الخبير في العلاقات الدولية علي إبراهيم، شكرا جزيلا لكما.